جئت إلى مراكش هذه 4 عقود وما يزيد على 4 عقود. حللت بمراكش سنة 1977 ولم يكن عندي نية للاستقرار في مراكش، بل كنت مارا أو قل سائحا متطفلا أريد المرور مرورا سريعا. وهذا المرور امتد. الغريب أني بت الليلة الأولى في سنة 1977 عندما وصلت في فندق في جامع الفنا، وكان وصولي مساء وكنت مرهقا جدا، إلا أن العالم انفتح أمامي عندما استيقظت صباحا، فإذا المشهد ينفتح على جامع الفنا، وإذا بي أشارك القوم في فطور صباحي مراكشي. فقلت، همست بيني وبين نفسي، لما لا تطيل الإقامة؟ فقررت الإقامة لليوم الثاني، واليوم الثاني أصبح للأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، ثم التحقت بالتعليم، أصبحت أستاذا في مدارس المعلمين. تزوجت من هنا وأولادي كلهم مغاربة، وأنا كما قلت لكم مغربي الهوى. لكل فنان أسلوبه في التعامل، المهم أن يكون صاحب عين مدربة عاشقة. أنا لا أنكر أني أخذت دروسا أكاديمية كانت موازية لدروسي العلمية، فأنا متعدد التخصصات، فقد درست في كلية العلوم في بغداد في الستينات، وكان من حظي أن يكون هناك فرصة لطلبة جامعة بغداد أنه يكمل تكوينهم التخصصي الذي لا تستطيع أن تخرج عنه كتخصص العلوم بتخصص آخر فيه رحابة المخيلة. فاخترت التشكيل، اخترت ميدان النحت. أنا أستطيع أن أقول لستيلي جالو، أعشق كل ما هو منظم كما أرادت له الطبيعة. ما سحرني بمراكش، أضيف أني عندما دخلت وتجولت في أسواقها وحواريها وفي السمارين وفي، كنت دائما ألاحظ هذا الشيء السحري الذي جذب كثير من الفنانين المستشرقين كديلاكروا وغيره. هذا التنوع ما بين الظل والضوء. أنا أستخدم الكلاسيك ولكن أدخل كثيرا خربشات وفرح الأطفال، كما يمكن أن تلاحظوا باللوحة المجاورة التي استوحيتها من عملي مع الأطفال في وضعية خاصة. في اللوحة الثانية خلطت بين أبراج بابل وأبراج سومر وقصبات مراكش، تجدني تائها بين القصبات وبين بين الحاضر وبين التاريخ، بين سومر وبين الحضارة المغربية المتأصلة في الجذور. في ألوان، وجئت إلى مدينة الألوان.